صباح الخير خبر صباح الخير. اذا بدايه حلقتنا مثل العاده بتكون مع تقارير منوعه من اخبار الصباح. حلقه جديده لليوم الجمعه 24 حزيران، ملف النفايات، الملف الابرز لبنانيا، تقرير من مهرجانات اعياد بيروت مع ميشيل فاضل وراول دي بلازيو، محطه مع تفاصيل فيلم مع مريم الحاج، وتقرير عن عشاء من تنظيم جمعية ضيعة الرسالة، لنستضيف من بعدها رئيس الجمعية كلود الخوري ونحكي معه أكثر عن أهداف هالضيعة وسكانها. إنما البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا على الخط أستاذ محمد كنج. صباح الخير. يا هلا، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. تفضل، يعني كيف رح يكمل تأس اليوم وتأس الويك أند؟ اجمالا عندنا كتل هوائيه حاره وجافه بتسيطر على الحوض الشرقي المتوسط، بلش تنحسر اعتبارا من صباح بكره. اليوم عندنا طلعت حراره، اليوم بلش طقس لمشمس اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره خاصه بالمناطق الساحليه. عندنا انخفاض بنسبه الرطوبه، الرطوبه هلا 20%، درجه الحراره بهاللحظه اللي عم بحكيك فيها هي 33 درجه بمنطقه بيروت، المتوقع اليوم توصل لل 37 38 درجه بمنطقه بيروت. يعني بعد ما الصبح رقم قياسي هالصيفيه يمكن لا قطع، في مره قطعت بحزيران تقريبا 40 اول حزيران. نعم، هيدي كان اجا هواء 50. هلا بالنسبة بس انه بجو الزبالة الله يعين الناس درجة حرارة مرتفعة وروايح كمان. صحيح. هلا اليوم كمل هيك التأس بالبيك اند كمان؟ لا، بكره ببلش تبورد بالمناطق الساحلية، مش انه تبورد يعني بتنزل الحرارة نسبيا، اليوم حتكون بين 22 و 37 درجة 38 درجة، بكره بين ال 24 و 33 درجة، والأحد بين ال 21 وال 31 درجة. هلا بالنسبة للمناطق الجبلية اليوم درجات الحرارة بين ال 20 و 30، بكره بين ال 21 و 29 درجة، والأحد بتكون بين 19 و 26 درجة، بكره عندنا قليل الغيوم، طقسنا قليل الغيوم، عندنا انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بيتحول بعد الظهر لغائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات مساء، والأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. المناطق الداخلية اليوم الحرارة توصل فيها ل 42 درجة، يعني المناطق عم نحكي مثل المنطقة مثل الهرمل زحلة بتوصل ل 39 درجة، القرعون لل 36 درجة، وبتنخفض نهار الأحد بتكون بين 18 و 38 درجة، بس بدي حذر من خطر التعرض لأشعة الشمس اليوم واندلاع الحرائق الحرجية. هيدا اجمالا كل شيء، البحر عم بيكون معتدل وحراره سطح المي 27 درجه. نعم استاذ محمد كنج، بنتمنى لك نهار حلو. بكره اكيد بنرجع بنعرف تفاصيل اكثر عن تأس الويك اند. اوكي جوال، صباح الخير. صباح الخير لك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. جوله على ابرز عناوين الصحف، والخبر الابرز اليوم هو جلسه مجلس الوزراء امبارح بما تضمنته من مواضيع. يوم الجمعة 24 تموز 2015، وفي صحيفة النهار، جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل لا تنهي الأزمة، مكب للنفايات في كل قضاء تفرضه الداخلية، سلام الأفضل اتخاذ القرار الصعب على بقاء حكومة غير منتجة، قباني للنهار مشاريع تنموية في عكار تقابل القبول بالطمر. ضمن أسرار الآلهة، قال مسؤول إنه يخشى أن تدخل الطائفية إلى ملف النفايات في إطار توزيع كميات منها على المناطق. لفتت دعوة النائب وليد جنبلاط إلى تخصيص المطار وما إذا كانت شركات راغبة فعلا في الأمر. قال رئيس سابق أمام زواره إن دولة إقليمية ستشهد تغييرات داخلية قريبة. ردد نائب أمام زواره أن سوكلين أعدت طبخة النفايات بغيابه. يقول بعض متابعي سير المحكمة الدولية إن حيثيات الحكم باتت شبه مكتملة ولم يبقى سوى توقيت إصداره. وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم مروان اسكندر ومقال بعنوان اليونان ولبنان حالتان مختلفتان. منتابع جولتنا ومن النهار إلى عناوين صحيفة السفير يلي كتبت اليوم: حرصا على ما تبقى من الاستقرار في لبنان، إنها لحظة تمام سلام ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم. ناسا تكتشف ابن عم كوكبنا، وصورة بالسفير لكوكب كبلر 452 بي الجديد على يمين الصفحة أو على يمين الصورة، هلأ منشوفها.
بهالوقت منتابع بالعناوين: إسرائيل تزود الأردن بطوافات قتالية، انتهاكات بالجملة تواجه لبنان في جنيف، مصر ترقب لتداعيات الاتفاق النووي، كارتر في العراق لبحث معركة الأنبار، التنسيق والائتلاف في سفينة واحدة إلى جنيف 3، وبعنوان أخير: هجوم داعشي يمهد لتقارب أمريكي تركي. ومن السفير إلى عناوين صحيفة الحياة: قصف تركي بالدبابات على مواقع داعش في سوريا، تعبئة على الحدود بعد مقتل ضابط، وأنقرة ترسل طائرات حربية، صالح مسلم يفتح دفاتر أكراد سوريا، طائرة سعودية ثانية نقلت أغذية إلى عدن، ميليشيا الحوثيين تنسحب من لحج، النظام يتمسك بأولوية مكافحة الإرهاب، واجتماع بين الائتلاف وهيئة التنسيق في بروكسل، الجيش الحر يجدد محاولته انتزاع درعا، الحل في اليمن سياسي ومصر لم تبدل موقفها، الجبير الحزم لمواجهة الشغب الإيراني. أيضا في الحياة: التجارب السرية الروسية حدث علمي أم حرب إعلامية؟ شبح خارق يبطل تفوق الدرع الصاروخية الأمريكية، أولاند يتصل بروحاني ويحضها على المساهمة في تسوية أزمات المنطقة، كيريل الكونغرس رفض الاتفاق يعني إيران نووية خلال سنة. وبختم بالأخبار اللبنانية: لبنان تبريد للمناقشات الحكومية وتأجيل للتأزم، اتصالات خارجية تجمد استقالة سلام. من الحياة جولتنا بتتابع مع عناوين المستقبل: الحكومة الثلاثاء اتفاق أو لكل حادث حديث، النفايات نحو حلول تدريجية، وحزب الله يحرقها عند سور المطار، والطيران المدني يحذر، محادثات سعودية مصرية تتناول حلا في سوريا وفق جنيف واحد، الجبير مشكلتنا مع طهران تدخلها في شؤون المنطقة، حزب الله يصادر الدولة، انقسام المسيحيين على الأولويات، نصار للمستقبل لن نتساهل مع أي متورط في الفساد والمراهنات، روحاني صفحة جديدة في تاريخ إيران بدأت بانتخابي وليس باتفاق فيينا، مقاتلو صالح يرفضون دعوات حوثية للقتال في الجنوب، طائرة إغاثة سعودية ثانية لعدن، وبعنوان أخير: مقتل جندي تركي ومقاتل داعشي في اشتباك، أنقرة تحمي حدودها بطائرات وخنادق. منتابع مع الأنوار وبعناوين اليوم: سلام يمهل الوزراء 4 أيام للاتفاق وإلا الاستقالة وترك النفايات، عون سنعود إلى الشارع عند كل مخالفة حكومية، حرائق النفايات تهدد بكارثة صحية، وزير الخارجية المصري يجري محادثات في السعودية، قصف تركي لداعش في سوريا، أولاند وروحاني تباحثا بالاتفاق النووي، وبقلم المحلل السياسي مقالته اليوم بعنوان: العجز اللبناني وموعد القفز إلى الهاوية، 21 ضحية بكارثة غرق مركب في النيل، وبالأخبار الاقتصادية بيع صحيفة فاينانشال تايمز، وبختم مع مقالة رفيق خوري وعنوانها: تمارين في العبث في أيام الزبالة. بعناوين صحيفة اللواء: مسلسل الآلية إلى الثلاثاء وسلام لن يقبل أن يكون شاهد زور، عون متفائل بانعكاس الاتفاق النووي على الرئاسة وحل النفايات يتجه إلى عكار، سكلين هي المشكلة أم الحل ضمن ملف النفايات في اللواء اليوم، أول اشتباك بين الجيش التركي وداعش عبر الحدود السورية، هجوم للمعارضة على درعا وقصف اللاذقية، وديمستورا قدم مقترحات للحل، بقلم نادين سلام مقال بعنوان: إدارة سياسية للنفايات، انتقادات في الكونغرس لكيري بسبب الاتفاق، أولاند يطالب روحاني بحل أزمات المنطقة، شكري يؤكد التعاون مع السعودية لإعادة الشرعية باليمن، وأيضا في اللواء: أكد استعداد واشنطن للقيام بالمزيد بمواجهة الإرهاب، كارتر في بغداد فجأة لتقييم معركة الرمادي، وبعنوان أخير: مصطفى سعد في الذكرى 13 لرحيله. منتابع ونوصل إلى عناوين البلد: جلسة الآلية لم تنتج، سلام يحسم أمر الاستقالة الثلاثاء، واقعية جملات حماية الرأس عند صراع الأمم وتقاربها، حرق نفايات بيروت تأزم أزمة، حقوق الإنسان في لبنان شغور آخر، تركيا ترد على قتل جندي وتفتح قاعدتها للتحالف، وختاما في البلد: كارتر في بغداد لمواجهة داعش. من البلد إلى صحف باللغات الأجنبية وبترجم العناوين: The Daily Star بالعنوان الرئيسي: لا اتفاق حول الآلية والمزيد من النفايات في الأفق،
تركيا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قاعدتها الجوية لقصف داعش. كيري وروحاني يردان على الانتقادات. وبعنوان أخير، الرئيس اليمني السابق في محادثات نادرة مع الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومن الديلي ستار إلى لوريان لوجور، في عناوين اليوم: أزمة النفايات المنزلية، بماذا ينفع بعد مجلس الوزراء؟ في السراي: جلسة هادئة لكن عقيمة. التعلم في وسط الأزمة، كيفية تقليل حجم المخلفات المنزلية. كلما ازدادت النفايات كلما تقلصت الحلول. أيضا في عناوين أخرى: فابيوس يبلغ المشنوق بمناقشة الملف اللبناني في طهران. وبعيدا عن الأخبار السياسية والأزمات في البلد، مهرجان الزوق، زياد الرحباني هنا هناك وفي كل مكان. منتابع مع عناوين صحيفة الشرق: سلام يعتذر من اللبنانيين ويلوح بالاستقالة ويمهل المعارضين حتى الثلاثاء. المشنوق فابيوس، الفراغ الرئاسي والأزمة السورية. أياد علاوي للشرق: الاتفاق النووي يواجه اعتراضات إقليمية ودولية وأمريكية. النفايات تتفاقم وإشعالها عطل 4000 خط هاتفي. 202 مليون دولار أرباح بنك عودي في 6 أشهر. الجبير: موقف المملكة لم يتغير من حماس. السعودية تدعم قوات هادي بالأباتشي. جملات: لابد من خصخصة المطار. ضربات التحالف قتلت 2900 داعشي في سوريا. اكتشاف كوكب شبيه بالأرض. وبختم مع مقالة عون الكعك ضمن رأي الشرق، واليوم بعنوان: القمة حالا وسريعا. من الشرق إلى الشرق الأوسط، الحوثيون يفاوضون سرا لتسوية ولبنان يأوي عائلة صالح. وصول دفعة مساعدات سعودية جديدة وربيعة المعونات لكل المحافظات. عودة 4 وزراء آخرين إلى عدن. شكري: مصر حريصة على اطلاع السعودية على جهودها في إطار دعم الشرعية باليمن. الرياض: زيارة مشعل للعمرة وموقفنا من حماس لم يتغير. خريطة طريق بين أنقرة وواشنطن لمواجهة الأكراد وداعش معا. التنظيم هاجم مركزا حدوديا. وأنباء عن توغل الجيش التركي في الأراضي السورية. أيضا في الشرق الأوسط، مسؤول عراقي: واشنطن تخلت عن فيتو مشاركة فصيلين مدعومين من إيران. وزير الدفاع الأمريكي: مشاركة سنة العراق في الحملة ضد داعش أساسية. بعنوان أخير، شركة بيرسون المالكة قررت بيع المجموعة البريطانية الرائدة بهدف التفرغ للتعليم، والعرض لا يشمل الإيكونومست. الصحافة الورقية تتنفس، فاينانشال تايمز تنتقل لملكية يابانية ب1.3 مليار دولار. بصحيفة الأخبار، الزبالة باقية وتتمدد. سلام غاضب من الجميع ويلوح باعتكاف تمرر خلاله التعيينات الأمنية. وختاما، موسيقى زياد الرحباني تنذكر وتنعاد. من الأخبار إلى الجمهورية، وفي عناوين اليوم: الثلاثاء، اتفاق أو استقالة. أنصار الله وحزب الله، موت النموذج. فادي الجميل للجمهورية: النفايات ثروة إذا أحسنت إدارتها. تركيا تفتح أنجيرليك أمام مقاتلات الائتلاف لضرب داعش. وبصورة رئيسية وبعنوان أخير: سلام والخيار الصعب. مع هالعنوان من الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا على الأخبار بالعناوين السياسية. رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني ومن بعده أخبار ثقافية مع جوال.